مباراة مانشستر سيتي وويست هام يونايتد في الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الطلب السرداء كل وشكرا لكم مسبقا ملعب الذي سوف يستضيف المباراة ملعب الاتحاد ستاديوم توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة 9 بتوقيت القاهرة والساعة 10 بكل من توقيت قطر والسعودية والامارات اما القنوات الناقلة للمباراة قناة بي ان سبورت دي ديوان الناقل الحصري للمباراة تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع نتمنى لكم فرصة ممتعة لا تنسوا دعم البيك في القناة وتفعيل خاصة تزعل الكل لكي تتوصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم موعد في موعد قادم